بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنتكلم إن شاء الله بإذن الله في السيريز دي عن السويتش. السويتش ده يا جماعة عبارة عن عنصر جميل جدا، هو عبارة عن سويتش. سويتش عبارة عن حاجة ليها قيمتين، يا تبقى أون يا تبقى أوف. ديت هيكون محور حديثنا في السيريز دي. اول حاجه في السيريز هنتكلم عن السويتش بيزكس النهارده. طيب اوكي، ايه القصه علشان تدرج السويتش ده؟ كل اللي انت محتاجه ان انت تضيف الكلاس اللي اسمه سويتش. طيب نقف شويه قبل ما نضيف الكلاس اللي اسمه سويتش ونقول طيب السؤال، انا بحتاج للسويتش ده في ايه؟ في الغالب انا مش بحطه منظر، بحطه انا علشان اجمع بيه داتا عن المستخدم. تمام، داتا تحتمل قيمتين، يا يا لا. طيب وطالما انا اجمع بيه معلومات يبقى في استجابات، وطالما في استجابات يبقى في مكان راح تتخزن فيه الاستجابات ديت، وطالما في مكان للتخزين يبقى في داتا بيز، وطالما في داتا بيز يبقى لازم أن يكون في فورم بمنتهى البساطة. رايت اوكي، علشان نشتغل على السويتش جوه الفورم احنا محتاجين ندرج كلاس يا جماعة اسمه سويتش. اوكي، بعدين احنا محتاجين ندرج انبوت من نوع تشيك بوكس. رايت اوكي، اللي بعد منه هندي الانبوت ده يا جماعه كلاس مميز شويه، الكلاس ده اسمه سويتش انبوت. رايت اوكي، جميل خالص. طبعا علشان انا اشتغل بشكل براكتيكال يبقى لازم أن يكون معايا نيم علشان احط فيها البيانات الخاصه بالداتابيز بتاعي والكلام ده. الناس طبعا عارفه النيم وظيفته ايه او بيعمل ايه يعني. طيب الخطوه اللي جايه اني انا راح ادي له اي دي يا جماعه، هدي له اي دي باسم معين. ايه طيب السبب اللي يخليني انا ادي للراجل ده اي دي؟ الله يبارك لك يا رب، لان الخطوه اللي جايه دايركتلي ان انا راح اشتغل على اكزاكتلي ليبل يا شباب. اوكي، وعلشان اربط الليبل بالانبوت محتاج استخدم الخاصيه فور، وطالما استخدم الخاصيه فور يبقى لازم أن يكون في الانبوت من فوق اكزاكتلي، لازم أن يكون في الانبوت اي دي، وانا هنسخ الكلام ده اتنسخ، يعني الاي دي اللي في السويتش هاخدها بكوبي واحطها في الفور يا شباب. اوكي تمام جميل. بعد منه الامر المميز اني راح ادي الليبل ده يا شباب كمان كلاس مميز ليه، الكلاس بتاعه هيكون عباره عن سويتش بادل. ده فهمت الفكرة، شوية كلاسات محجوزة في الذاكرة فيها شوية الكلام ديت يا شباب. تمام، ديت موضوع الليبل بتاعي. انا عملت كنترول اس ورحت عملت الريلود، فهلاقي ادي القيم الافتراضي بتاعه انها تبقى اوف، لو انا ضغطت عليها تبقى اون، والكلاس شغال، هو شغال معايا عادي يعني مفيش مشاكل. اوكي، ديت بخصوص الجانب ده. ناخد بالنا من نقطة، ناخد بالنا من ان الانبوت من الترتيب يا جماعه، ان الانبوت الاول بعد منه بيكون الليبل مش العكس، فاهمني؟ يمكن احنا نكون بدلنا ساعات الليبل قبل الانبوت في حاجات معينه يعني. طيب اوكي، لو انت كنت عايز تكتب كلام معين جوه الليبل ده مثلا هير، انا بمثل بضرب مثال بكلمه معينه، الكلمه ديت المشكله انها راح تظهر لك هنا. لو انت طيب عايز توجه ظهورها، الامر بالنسبه لك انت عايز الكلام يكون موجود بس عايز ما تظهرهوش، فنراجع الحلقه بتاعت الفيزابيليتي يا جماعه، واحنا محتاجين نحط لها الكلاس بتاع شو فور سكرين ريدرز. فاكرين الكلاس الجميل ده؟ جميل. طيب احنا ندرجه ازاي؟ عادي، انت بتدرجه في وسم سبان عادي جدا. الوسم سبان ده هو اللي هتشيله اكزاكتلي، هو اللي هتسي اللي هو اللي هتشيله الكلاس اللي اسمه اللي هيظهر لك الكلام ده على السكرين ريدرز. فبالتالي انت يعني هتحافظ على المنظر بتاع الكلاس بتاعك، وان الكلمة راح تظهر على السكرين ريدرز، فهي موجودة لكن مش مطبقة الشرط، فعشان كده مش ظاهرة، فاهمني يا جماعة؟ فديت هتبقى شو فور داش اس
ار. لو انا عملت كنترول اس هلاقي ايه المفروض اني الاقي الكلمه يعني اختفت، علشان طبعا انا طبعا مش موجود على السكرين ريدر. ده بخصوص البيزكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.